السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. هذا الفيديو هذا ان شاء الله اللي كما وعدتكم فاش كتبت لكم في انستغرام درت لكم ستوريات. الناس اللي متبعيني في انستغرام راه عارفين هذه القضيه هذه. الناس اللي متبعيني اش كنقول لهم تبعوا لي في انستغرام يعني باش يوصل لكم كل شيء اول باول، يعني اي حاجه قلتها تما كتكونوا على بال وكتكونوا عارفينها. يعني الناس اللي قلت لكم متبعيني في انستغرام عارفين بانني شريت واحد الدرون، والناس اللي متبعينيش في انستغرام راهم شافوا شي فيديوهات، يعني هذ الاخرين ثلاثه كانوا فيديوهات الاخرين كانوا يعني صور ديال الدرون. ودابا جيت ندير لكم ان شاء الله الانبوكسين ديالي. بدلت يعني الجلسه هنايا، درت لكم حدا يعني في البيرو ديالي ماشي في البيرو الاخر فين كندير انبوكسين. يعني دابا غادي نحلوا ان شاء الله هذا الدرون الجديد من شركه دي جي اي. هذا هو اخر درون عندهم لحد الان، هذا مافيك اير 2، دي جي اي مافيك اير 2. دابا ان شاء الله غادي نحلوا، يعني حيدت له البلاستيك. الانبوكسين ديالو ديال بصح كنت درتو ليه في انستغرام، درتو لايف تما درتو على المباشر. ودابا ان شاء الله غادي نحلوا لكم هنايا في يوتيوب. اوكي غادي نحطو على هذا الشكل وغادي نوريكم كاع دوك المسائل اللي كاينين فيه، وان شاء الله غادي يعني نخرج وغادي ندير لكم تيست لهذا الدرون هذا وتشوفوا يعني شنو كيقد يصور وشنو التقنيه. ومازال غندير لكم حلقات واحده اخرى عليه، يعني دابا ما قدش نهضر على كاع المزايا اللي كاينين فيه ولي زوبسيون اللي كاينين فيه، ما قدش نشارك هادشي كامل في حلقة واحدة ولا في فيديو واحد. داكشي علاش ان شاء الله غادي نقسم لكم مازال مستقبلا الاجزاء، يعني غادي نشرح لكم كل حاجة للناس اللي باغيين يشريو ولا الناس اللي عندهم باغيين يتعلموا يعرفوا اش غادي يديروا به. يعني ماشي غير كطلعوا كتبقى غادي، لا، فيه بزاف تاع لي زوبسيون، فيه بزاف تاع التقنيات اللي غنشرح لكم ان شاء الله باش تكونوا على بال وتكونوا عارفين الناس اللي عندهم يعرفوا والناس اللي ما عندهمش يعرفوا حتى شنو كيقد يدير هذا الدرون هذا. اول حاجه ان شاء الله قبل ما نحل الدرون هذا غادي نقول لكم هذا فلاي مور كومبو. يعني اي درون كتخرجوا دي جي اي كدير الدرون العادي، يعني الدرون زائد كونترولر زائد باتري، يعني واحد البطاريه، وكدير واحد يعني واحد اخر، واحد الكومبو واحد اخر، كومبيناسيون واحد اخرى اللي كدير سميتها فلاي مور كومبو. الفلاي مور كومبو كيكون فيها يعني بطاريات زايدين، كيكون فيها اكسسوارات اخرين زايدين، يعني على حسب كل درون شنو كيزيدوا فيه. هذا في المثال زادوا فيه الفلترات اكثر، البطاريات، وزادوا فيه واحد الحاجه اللي غنوريكم دابا ثاني ان شاء الله، زيد عليها الساك ديالو باش تبقى تهزو، يعني تهزو في الساك وتزيد بحالك. غادي نبدا ان شاء الله الحلال. يعني هذا الدرون هذا ولا ماشي هذا بالضبط، ولكن من فوق الدرون، يعني مش هذه، وانا كنحلم باش نشري درون. ماشي كنحلم في الليل ولكن كنحلم بالنهار، يعني احلام اليقظه كنحلم باش يكون عندي درون، حيت الدرون كيزيد كما قلت لكم في الفيديوهات الاخرين كيزيد واحد بيرسبكتيف واحده اخرى، يعني كتصور من الفوق الفيديوهات نتاعك كيرجعوا يعني احسن، يعني الكاليتي ديالهم كترجع احسن. اوكي غادي نبدا ان شاء الله. يعني هذاك الحماس ديال الحلال كان في انستغرام، دابا راه حليتو وطيرتو، يعني ها هو ها كيجي على هذا الشكل. يعني حتى الكارطونه تاعو كتجي الصراحه، يعني كارطونه كتحس بها كلاس، يعني من الداخل حتى هي قاصحه. هنا دايرين لك هنايا دايرين واحد اش كيسميو البونش، ها هو هنايا، و كيجي على هذا الشكل، كيجي على هذا الشكل، ها هو هنايا. يعني كتشوفوا هنا الساك وهنا واحد الكارطونه واحده اخرى. غنحيدوا الكارطونه ان شاء الله نشوفوا شنو كاين فيها. ها هي باش شوفوا معايا. اوكي ها هي هاد الكارطونه هادي، غنشوفوا شنو كاين في هاد الكارطونه هادي ان شاء الله. عطيت شنو اللي يمكن هذا باش يبان لكم مزيان، بلاتي ها هو دابا غادي يبان لكم كلشي مزيان. اوكي ها هما، هادي مساحه اكثر واكبر. اوكي شنو كيجي في هاد الكارطونه هادي؟ كيجي هادشي، ها هي غنقول لكم دابا شنو هو.
اوكي جهت هادشي معاك خليكم معايا الى نهايه الفيديو حيت مازال بزاف د الحوايج باغي نتقاسم معكم. ولكن قبل ما نكمل بغيت نقول لكم بان التفاعل ديالكم هو الاساس باش نبان ان شاء الله الناس واحد اخرين ويتعرفوا على القناه ديالي. داكشي علاش كنتمنى من الجميع اللي كيشوف الفيديو يخلي لي واحد اللايك، يشترك في القناه الا كان مازال ما مشترك، ويخلي لي شي تعليق. ولا كنتو باغيين تشوفوا التصوير الفوتوغرافي ديالي سيروا الحساب ديالي في انستغرام اللي حتى هو سميتو ياسين بي فلوكس، وتما غتلقاو صور يعني اللي كنصور وكيكون محتوى مغاير للمحتوى ديال يوتيوب. شكرا لكم. اوكي جيو صافي، يعني كيجيو هاد الكتيبات هادي وهادو ولا الكتوبه بعدا ما نديرو بهم. كيجيو هاد الفرفعات ولا البروبيلرز، هادو كيسميوهم بروبيلرز. انا نحلهم وغنشوفو، يعني كتشوف كاين جوج الميكات والميكات مختلفين، يعني كتشوفو هنا اللون زرق هنا اللون اصفر، راه ما تقدش دير هادي في بلاصه هادي ولا هادي في بلاصه هادي. غادي نحلو هاد الميكه هادي وغادي نتاكدو شحال دارولنا فيها. ها واحد، ها جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، هاهما ستة في الميكا أو ستة في الميكا الأخرى. دابا جينا يعني لهاد الكيس هادي اللي فيها الدرون وفيها كلشي، ها هي يعني كرتونة خاوية. جينا لهاد الكيس هادي، شنو كاين في هاد الكيس؟ كتحل من هنايا، ها هي، أو على هاد الشكل هذا. يعني كتشوفوا ها هو درون، ها هي كرتونه، ها هو كنترولر. انا غنجبد لكم الكرتونه هي الاولى، نشوفوا الثاني شنو كاين فيها. يعني ما كاين غير كرتونات، انا كيعجبني الانبوكسين، يعني حتى هما عارفين المساله هذه ما كيديروا لي غير كرتونات. راه كنبقى كنحل. اوكي هذه الكرتونه هذه تاع لي اكسسوار، ها هو مكتوب عليها فيها اكسسواريز. شنو فيها؟ فيها بلاتي، ها هي خاويه، هذا غير الفرشي دايرين بين هادو. هادو شنو هما؟ هادو بطاريات زينين، ها البطاريه الاولى، ها البطاريه الثانيه، والبطاريه الثالثه راه لاصقه في الدرون. يعني هادو كاينين زايدين. انا عندي ما احسن اللي غيشري الدرون، يعني اللي كنقولها لكم، والاختيار كيبقى راجع للشخص، يعني بنفسه اللي عنده البيدجي كيسمح ليه ولا ما كيسمحليش. الا كنتي باغي تشري الدرون، اللهم تشري فلاي مور كومبو، يعني شري مع هذاك الجزء الاخر اللي كيعطيو كيكون فيه بطاريه زايدين. علاش؟ من حيث الا جيتي تشري بطاريات بوحدهم من بعد، حيت حجره وحده ما غتكفيك، حجره وحده ولا بطاريه وحده، ماشي الحجره نتاع الصمام، يعني بطاريه وحده غادي طير بها حنا نقولوا واحد 20-25 على حسب الدرون. هاد الدرون هذا كيقول حتى 34-35 دقيقه، ولكن هما كيقولوها، ولكن نورمالمون احسب عليها واحد 28-29 دقيقه. 28-29 دقيقه راه كدوز بالزربه، يعني خاصك ولا بدا حجرات اخرى ولا بدا غتشريهم من بعد. يعني اللهم تشري هذا وغيتقام عليك ارخص. هاهما جوج بطاريات نحلوهم، ها هي البطارية الأولى، ها هي البطارية الثانية، ها هو الشارجور، هذا هو الشارجور ديالو، ها هو هذا السلك ديال الضو، وكتلصق هذا الراس هذا، يعني كيلصق هنايا، ها هو هذا هو الشارجور. أوكي، شنو آخر؟ هادو هما البطاريات راه قلناها. شنو كيجي اخر؟ كيجي كونترولر، ها هو الكونترولر، هذا كونترولر جديد، يعني ماشي بحال الكونترولر القدامي. الكونترولر القدامي كانوا كيتطوا وكان التليفون هذا هو حطوه هنا، ها هو هذا هو الكونترولر الجديد، هو هذا زوين كبير، يعني اكبر من الكونترولرات الاخرين. حيت الكونترولرات اللي قدامي ولا اللي قبل، ماشي اللي قدامي، قبل من هذا كانوا تقريبا غير شي قد هكا. يعني دابا جات النوبه ديال هاد القضيه هادي. شنو هي؟ حتى هادي كاينه زايده، يعني الا شريتي غير الدرون بوحدو ما كتلقاش فيه هاد القضيه هادي. وبلاتي غنحط لكم الحاجه اللي كتجي مع الدرون العادي والحاجه يعني اللي كتجي في هاد الفلايمور كومبو. شنو هي هادي؟ هادي يعني تشارجين ستيشن. تشارجين ستيشن شنو هي؟ هي كنحط فيها هذا، هذا لي باتري ولا البطاريات، ها الاولى، ها الثانيه، وبلاتي الثالثه راه كاينه في الدرون واخا. وكنشارجي، يعني فاش كنشارجي كنخشي هذا هنايا، ها هو، وكيتشارجاو لي بثلاثه، يعني ماشي كل خطره نحيد نرد نحيد نرد نحيد نرد، يعني حنا نقولوا نحطهم بثلاثه هنايا ونمشي بحالي الناس في الليل، والله غدا ان شاء الله نلقاهم بثلاثه بهم مشارجين، هما هذوك واجدين ان شاء الله للاقلاع. يعني هاد الشارجين ستيشن حتى هي يعني مهمه مزيانه، باش ماشي كل خطره الا ما كانش عندك هادي، يعني خاصك تشارجي هذا وانت تبقى حاضر، فاش يسالي حيدو
وعاوتاني دخل هذا وعاوتاني دير هذا الثالث. يعني تشارجي ستيشن كتحطهم كاملين كدير الضو وسير بحالك صافي. هاد تشارجي ستيشن تاعي كتجي ودابا ان شاء الله جينا للدرون وصلنا ليه. ها هو الدرون. ها هو الدرون. ندورو هكا باش تشوفوه. ندور الدرون. ها هو زيد من التحت. شوفوا من التحت. ها هو يعني الناس اللي مهتمين بهذه القضيه هذه غادي يكونوا عرفوا تقريبا شنو هما هذوك كل حاجه شنو يعني الاستعمال ديالها. هاد الثقوب هادو حنا نقولوا السوداء من هنا من هنا من هنا من هنا. اوكي وشنو هي هذه؟ الناس اللي ما عارفينش هذا راه كاميرا راه جيمبل. يعني اول حاجه بلاتي غنحيد هذه اللصقه هذه. يعني هذا الدرون هذا الصراحه ما شحال هذه وانا بغيته هذا ولا غيره. مش حال هذه وانا بغيت نشري درون ولكن دابا عيد ميلادي ان شاء الله قرب ليا. قولوا لي مبروك عيد ميلادك. راه بديت كنشرف يعني ومرتي شراتو لي كادو. يعني هذا راه تشري لي غير كادو راه ما شريتوش انا. اما الا جات عليا انا ما بنشريش. المهم هذا كنحيدو. هذا الواقي. هذا الواقي ديال الجيمبل. يعني ولا بدا خاصك ترضو باش بغيت ترضو في الصاك ديالو ولا بدا دير ليه هذا باش ما تقاسلكش. كنحيدوه هكايا. كتشوف هذه كتحرك. هذه هي الكاميرا. ها هي هذه هي الكاميرا. هذه الكاميرا هذه يعني وحده من اول الكاميرات في يعني الشركه تاع دي جي اي اللي كتصور بتقنيه 4K حتى 60 اطار في الثانيه يعني 60 فريم بير سكند. اول كاميرا اللي كتصور بهذه الدقه هذه وهذه الحده. زيد عليها بانها كتصور يعني الصور. خلي لك الفيديو دابا كنت كنهضر لك هذيك 4K 60 اطار في الثانيه داك الفيديو. دابا كنهضر لك على الصور الفوتوغرافيه يعني التصاور. هذاك كتصورهم تقنيات ولا بدقه 48 ميجا بيكسل. يعني واحد الحاجه اللي خياليه خياليه وواحد الدقه يعني اللي مزيانه. اوكي اش غنديروا دابا هنايا؟ غنحلوا ليه هاد الرجلين هادو. ها هو كدير له هكايا كتجي هكا وهاد اللورانيين هادو هادو هما الرجلين القدامين. هاد اللورانيين كتشدهم وكتردهم ليه هكا وكتردهم ليه عاوتاني هكا. هذا هو الدرون صافي. الله يجازيك شي بركه. هذا درون فيه 580 غرام 560 580 580 تقريبا بحال هكايا. وهذه هي البطاريه الثالثه ديالو. ها هي شفتو ولا هات. هذا هو الدرون صافي سالينا الهضره بلاتي تسنى. يعني البطاريه الثالثه ها هما هنا كما شفتو. ها هما جوج وها هي الثالثه. يعني هنا عندك تقريبا ساعه ونص ديال التصوير. ايوا الا ما صورتيش في ساعه ونص شي حاجه مزيانه الله يجازيك شي بركه غير عاود ردوا ليهم ولا بيعوا. يعني ساعه ونص وقت كافي وقت كافي يعني باش تصور شي حاجه تكون مزيانه. اوكي نرد ليه هاد الباتري ديالو. نحيد ليه هاد يعني الواقي هذا. ها هو ها هو او ها هو وزيد عليه واحد ها هو الرابعه. هذا نحيدهم هنا. اوكي اش غنديرو دابا؟ غادي نلصق لي لا باتري. غادي نشوف شنو كاين هنا مازال. لا تسنى نحيد هذا الجلد. شنو كاين هنا مازال؟ يعني كاين غير هذا فين كيتخشى النيت هو. يعني دايرين لي هاد البلاصه هادي مقطعين عليها فين كيتخشى الدرون. او شنو كاين في الجيوب الاخرين بلاتي نشوف هكا. هنا كنشوف باقي واحد الجيب. ها هو الله الله الله. شوف شوف تبارك الله. شوف مازال لي ساكسيسوار. هادو كابلات يعني جوج تاع الكابلات. غادي نجبد هذا. هذا الكابل ديال الايفون يعني يو اس بي تايب سي. هذا هو اللي غيركب في الكونترولر. وهذا هذاك اللايتنين كيبل ديال الايفون هو هذا. الجهة الأخرى تاني نفس الشيء يو اس بي تايب سي. هذا غيلصق في التليكوموند. وهذا ميكرو يو اس بي إلا عندك تليفون يعني كان المدخل ديالو ولا المنفذ ديالو نتاع ميكرو يو اس بي. هادو بجوج ما غنستعملوش. أشنو كيجي وحدة أخرى هنايا دابا صافي الله يجعل شي بركة هنا. أوكي أش كيجي هنا؟ يعني كيجي الشارج الكابل هذا. هذا تشارجين كيبل ديال أش ديال التليكوموند. هادي شنو هي بلاتي نشوفو نحلوها نشوفو شنو هي. هذه واحد الحاجه الصراحه. هذه واحد الحاجه زوينه صغيره ولكن ماشي اي حاجه صغيره. كاين شي حوايج كيكونوا صغيرين وكيكون المفعول ديالهم كبير. ها هو ها هو شتيها. شنو هي هذه؟ هذه الى محتاج باور بانك وما عندكش الباور بانك ولا تسالك الباور بانك ديالك وخاصك تشارجي التليفون في المثال ولا خاصك تشارجي شي حاجه اخرى اش غادي دير؟ غادي تشد واحد الباتري. ها هي غتشد واحد الباتري مشارجيه. الا كانت سالات هزك الماء. الا خاصها تكون مشارجيه وغادي تركب ليها هاد القضيه هادي. هانت على هاد الشكل هذا غنقرب لكم شوفوا. هاد غديرها ها هي شتيها هي ركبت. ها هو رجع عندك باور بانك. دابا ها هي عندك جوج ديال المداخل شنو تقدر تشارجي به اي حاجه بغيتي شتي ولا لا. يعني قضيه زوينه. ها هي كتحيدها. ها هي باتري بغيتي تشارجي كتركب هاد القضيه هادي
وعندك جوج تاع المداخل شارجي بهم تليفون ولا شارجي بهم حاجه اخرى اللي خاصك شارجي. ايوا يعني تويشيه زوينه هذه، تويشيه زوينه الصراحه داروها. وهذه زايده حتى هي ما كتكونش حتى فاش كتشري غير الدرون العادي مع التليكوموند وباتري ما كيكونش فيها هادشي كامل. شنو عطاونا هنايا؟ هنا عطاونا ها هما جويستيك زايدين، يعني الا هاد جويستيك هادو خسروا لك ولا تلفوا لك ها هما عندك جوج زايدين هنا. هذا شنو هو اخر حاجه؟ ماشي اخر حاجه، ما قبل الاخير. شنو كاين هنايا؟ كاين الام دي فلتر. ام دي فلتر هو نيوترال دنسيتي فلتر. كنت هضرت على النيوترال دنسيتي فلتر في حلقه واحده اخرى، ولكن غادي نقول لكم شنو هي الناس اللي ما شافوش هذيك الحلقه. نيوترال دنسيتي فلتر هو باش نسهل عليكم هما النظر ديال الشمس تقريبا ديال الكاميرا. حنا فاش كنكونوا غاديين وكتكون الشمس ساطعه بزاف ما كنقدوش نشوفوا، فاش كتكون كضرب لينا في العين يعني ما كنقدوش نشوفوا، كيبان لنا كلشي ديال تقريبا وخاصنا نديروه هكايا ولا خاصنا نسدو شويه عينينا باش يبان لنا. الكاميرا نفس الشيء، يعني الكاميرا فاش كتكون الشمس واضحه وجايه قدامك كتعمي الكاميرا، يعني الكاميرا ما كتبقى تشوف والو. يعني كتشريها هاد نيوترال دنسيتي فلترز، هو كما قلت لكم النظر ديال الشمس حنا نقولوا بالدارجه ولا باش تفهموها صافي باش نبسطوا المعلومه. كتركب ليها هذا قدامها صافي كتبقى تشوف مزيان. يعني هما هنا كاين ثلاثه وهما ثاني بالعبارات، يعني كاين اللي كينقص شويه، كاين اللي كينقص اكثر نتاع الشمس، كاين هو حتى غادي. يعني كتبدا بشويه نقصان الشمس والاشعه الشمس وانت غادي، يعني كاين فيهم بالنمرات هما كيخدموا. يعني هنا عاطيني ان دي فلتر النمره 16، النمره 64 والنمره 256. حتى من بعد غندير لكم واحد الفيديو على هاد ان دي فلترز وغادي نشرح لكم اشنو هو هاد المسائل هادو كامل. يعني الحاجه الاخيره اللي كيعطيو شنو هي؟ هي هاد الصاك هذا. يعني هاد الصاك هذا حتى هو كيتباع بوحدو، يعني كيدير كنظن 60 و 70 اورو مابقيتش عارف بالضبط، ولكن راه كيتباع بوحدو. يعني كتحس بان الكاليتي يعني رفيعه، يعني كاليتي زوينه ماشي جلد وما يحتاجش يكون جلد، ولكن كاليتي زوينه. يعني من هنا الملمس ديالو الصراحه زوين، او يعني هنايا من الداخل كاستمايزبل، يعني هاد البلايص هادو يعني كتقدر تبدلهم كما بغيتي باش تحط اي حاجه وحده اخرى. عندك هنا الجيب، عندك هنا كما قلت لكم هادي راه كتلصق هنايا وتحط الدرون وتحط هذاك الشيء اللي بغيتي. وعندك هاد الجيب هذا من هنا، زيد عليه جيب من القدام بلاتي نحل السلسله. ها هو عندك هنا جيب من القدام، يعني بغيتي ديرو السنطه. انا عندي الساكادو ديال التصوير يعني اللي فيه الكاميرا في داكشي كامل، يعني نقدر ندير الساكادو في ظهري و ندير هذا يعني في الجيب من هنا ساكادو في ظهري. تفكرت سعيد مسكير، المهم نعرف حق الرجال كيقول الساكادو في ظهري باش نعرف حق الرجال. المهم قلت لك غادي نديرو يعني هاد الساك هكايا ونقدر نهزو يعني من هنا من الجيب هنا، داير حتى القبضه هذه هنايا، يعني نقدر نهزو غير هكايا. يعني صراحه زوين، صراحه زوين او يعني ينفعك. يعني هذا هو الفيديو لهاد الحلقه هذه. مازال يعني ما تمشيوش مازال فين، يعني كنعني لكم الفيديو هنايا، ولكن غادي نخرج ان شاء الله يعني لواحد البارك هنا حدايا باش نطلع الدرون وتشوفوا ان شاء الله كاع دوك الخطوات كاملين. اوكي، اللي مازال مشتركش يشترك في القناه ديالي، يعني برك على زر الاشتراك ها هو كاين هنايا هذاك الاحمر بركوا عليه، وغادي يخرج لكم واحد الجرس حتى هو بركوا عليه الفوقاني، الجرس الفوقاني كيخرج لكم ثلاثه بركوا على الجرس الفوقاني باش يبقاو يجيكم الاشعارات كاملين. الا كنتم مشتركين في انستغرام تبارك الله الله يرضي عليكم، كنتم مازال مشتركينش سيروا جريو دابا، راه الاشتراك مازال فابور واخا قبل ما يرجع بالفلوس. خليكم ان شاء الله مع الجزء الثاني ديال الفيديو وحتى ان شاء الله حلقات اخرى نتاع هاد السلسله ديال دي جي اي ماليك اير 2. شكرا بزاف ونخليكم مع الجزء الثاني. انا دابا جيت باش نجرب لكم هاد الدرون هذا نطلعو، يعني خرجت جبت معايا نيتا الدراري، الجو مزيان قربت تغرب الشمس ان شاء الله، باقي لها واحد ساعه ونص تقريبا. يعني جبت الدراري هنايا وجيت باش نجرب هاد الدرون هذا نطلعو ان شاء الله ونصورو شي تصاور لهذا يعني غروب الشمس ان شاء الله. يعني كما كتشوفوا ها هو هنايا هذاك الكونترولر ديالو، يعني كنحيد ليه هاد الجويستيكس من هاد الجهه هادي، ها هو كنحيد ليه هادي يعني من هنايا وكنركبها ليه هنا. يعني الصراحه فرحان بزاف الحمد لله اللي عندي هاد الدرون هذا، حيت يعني ان شاء الله غادي يزيد من الجوده ديال يعني الفيديوهات ديالي والقناه نتاعي حتى ان شاء الله كنتمنى غادي يزيد القدام. واصلا انا كيعجبني هادشي، يعني بحال زادت بحال ما زادتش هادشي انا اصلا كيعجبني. Ah.
حتى باغي يدير في التريك ان شاء الله. بسم الله، واحد جوج ثلاثه.